السؤال يقول: ما حكم الجنود في صلاة الصبح؟ وما العمل إذا كنت إماما في قوم يقنطون ويتعصبون لمذهبهم؟ جزاكم الله خير. القنوط في صلاة الصبح وتخصيصها يعتبر بدعة، لما جاء في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنطون؟ قال: أي بني محدث. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، فإنه من طريق أبي جعفر الرازي، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه. نعم، تفضل، بارك الله فيك. نعم، بقي ما إذا كنت إماما وطلب منك أن تقنط، إن كان هناك نوازل وأذن لك أن تقنط على الصلوات كلها وتدعو دعاء يناسب القضية والحالة فلا بأس بذلك، وإن أبوا إلا أن تقنط فقل لهم: صلوا وسأصلي معكم، وإذا قنطوا فلا ترفع يديك ولا تؤمن لأنه بدعة. إذا كان هناك نوازل يقنط الصلوات كلها بدون نوازل، إن أذنوا لك أن تصلي بالبدعة إلا بالسنة فعلت، وإن طلبوا منك أن تصلي بالبدعة قل لهم: صلوا وسأصلي معكم والله يحكم بيني وبينكم، صلوا واجعلوا لكم إماما من أنفسكم. نعم.